أبت أن تحين ولا زالت معلقة على شرط مادي. لم تنتهي المفاوضات ولم ترسم الاستقالة بعد. بالماضي لا يزال مدربا للخضر. بعد الإقصاء المر أمام موريتانيا، ذكرت وسائل إعلامية أن بالماضي أعلن استقالته للاعبين، ليغرد بعدها رئيس الفاف وليد صادي عبر موقع أكس أن الطلاق مع بالماضي حدث وديا وبالتراضي، لكنه كان في المواقع وليس في الواقع. بالماضي يريد تعويض 6 أشهر من مستحقاته. عقد بالماضي يتضمن أجرة شهرية تقدر ب5 ملايير سنتيم ويمتد إلى غاية 2026. الطرفان اجتمعا لمناقشة الشروط في اجتماع دام لساعتين، لكنهما لم يخرجا بحل يرضي الطرفين بعد. بالماضي طلب تعويض 6 أشهر من مستحقاته، وهي المستحقات المقدرة بحوالي 30 مليار سنتيم، في حين اقترح رئيس الفاف تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر، أي بقيمة 15 مليار سنتيم. مصادر للحياة كشفت تطورات جديدة في اجتماع رئيس الفاف مع الناخب الوطني. بالماضي فاجأ رئيس الفاف بأنه لا ينوي الانسحاب من العارضة الفنية لأن هناك تصفيات المونديال، لكن رئيس الفاف رفض وقال له: لقد أخفقت 4 مرات وحان وقت رحيلك. الأمر الذي يدفعنا لطرح عدة تساؤلات: هل سيتراجع بالماضي عن شروطه؟ أم أنه سيتم اللجوء إلى الفيفا للفصل في ذلك؟